السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فاجعل امورنا وامور المسلمين كلها سهله. وصلى الله على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب قول الاسلام الاسلام كهانتي سو باب يهي يهدم مد من يو يا اسلام كما قبله وهي وكذا سلاس وكذا الهجره هجره هي والحج حج كنا يومنا يهدمان ويدمنا يا وحي كوري اسلام وحي كوري انو دمنا يا هجرين يا حج كنا يدمنا يا امبو بابي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وابو معن الرقاشي واسحاق بن منصور كلهم دمانت وعن ابي عاصم بكوري رقا صلى الله عليه وسلم ابو اسحاق بن منصور كي كوسج كاهل مروزي كاهل مويه لغه كلهم دمانت وعن ابي عاصم بكوري ونبيل كي واللفظ لفظ حسين لابن المثنى هو هذا. قال وغير حدثنا وحنوشي كي الضحاك وهو ضحاك وابي عاصم كاهل حدثنا الضحاك يعني وحوجي ابا عاصم قال وحوجي ابو عاصم اخبرنا وحنو رمي حيوة بن شريح بن نور مصري وها. قال وحوجي حدثنا وحنوشي كي يزيد بن ابي حبيب نسنو مصري عن شماس عن شماسة المهري حق عيسى ايو كور رمي ومصري صدح ذا نسكوح كتابه. قال وحوجي حضرنا وان حاضر عمرو بن العاص عمرو بن العاص بن حاضر والحال هو يسوق في سياقة الموت كيري لسكرات كيري كسوين صحابي عمرو بن العاص وسكرات الموت كجرة أيام حاضر ريوي فبكى طويلا إن دار هو وحول وجهه وجهي سنة وحوله إلى الجدار حق الدربية إن بدن بوه حق الدربي ودين وجهي سوجيدي فجعل ابن هويل كيسي وحوك ذا قاي عبد الله يقول إنه لا يا أبتا عابي أنا بشارة كميونة قوب بشارة إن رسول الله رسول كلاه صلى الله عليه وسلم بكذا رسول كميونة ساعي ساعة قوب بشارة أما بشارة رسول الله رسول كلاه ميونة قوب بشارة إن بكذا. قال وحوي فأقبل بوجهه قال راوي وحوي لشماء ابن شماسة المهر فأقبل بوجهه وجهي سيب السوق بليو حق نقول كيو حق الدر بوجهه وجهي وحق نصوت تطبط. فقال وحول عمرو بن العاص ان افضل ما شيء كوفضل بدن نعد ان ترسنا انه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان افضل ما شيء كوفضل بدن نعد ان ترسنا انه وناك ان كترسنا انه وشهاده ان لا اله الا الله مد الى دم وتين نجر الى ايم ينقرب بيض وان محمد رسول الله ينقرب بيض اني اعرف قد كنت وحان هذا عمرو بن العاص على أطباق أحوال ثلاث صدحة صدح على صور مريب ودان الدوية تنسيو الجود لقد رأيتني وانا سرك والحال ما أحد روحنا هنا شد متكبرا بغضا حقا مع لرسول الله رسولك إله صلى الله عليه وسلم مني عني فصور مريب وقتي وروح عن رسولك كنع باهي وننجين ولا أحد ولا أحد نحن ننجين أنا حبا من الله كالقعيد بذيه إلي عني أنا أكون هنا أنا هذا قد استمكنت من مكان صدر من الرسول فقتلت أنتلو وحان كجع لعين مولج المالين دا انتان مكان صدر إن أنتلو وحان الذي يوكل قعيل بدي إن عن مكان صدر ودلاء يتعي فلو موت عدان كل من لها على تلك الحالة حالة يضع لكمت وحان هال لها من أهل النار أهل النار بان هال لها تان صدع كل من لها وحالة كوبا. فلما جعل الله إلهي مركو يا لعل الإسلام إسلام في قلبي قلبي غيره أتيت النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو إلى قلبي إلى إسلام كجيل النبي محمد فقلت وحان وصب يمينك منك تعالى فدي فلا أضايعك وان كلا مبايعون أن كلا مبايعون منك تيس وفيد من قولي فبصد يمين ورسولك منك تيب فدي. قال عمر وحويل فقبلت يديك عمت يبقى الله طيب مركو رسولك قعنت سويت يبقى قعنت يديك الله طيب. قال عمر قال وحويل رسولك ما لك محاكوس ويا عمرو عمرو محاكوس ورد عند الدب وعلسي. قال وعي عمرو قلت وحانري اردت وحندوني انا اشتري دين عشان تستون شروط حبه. قال رسول وعي تشترط بماذا محاشر دسم تشترط بماذا محاشر دسم وشروط قلت وحانري ولا يغفر لي الا ان اعفو ايام شرط دسم وحي ورائي بعد
قال وحور رسولك أما علمت بهذا نوين أن الإسلام إسلام بيهدم من الدمين أيو ما كان قبله هرتي سوحي هذا وأن الهجرة هجرة تهدم من الدمين ما كان قبلها هرتي روحي هذا وأن الحج حج كنا يهدم من الدمين ما كان قبله هرتي سوحي هذا ترجمة صدح يا كاك ورمي بزمار المرجعي يكون جرا انت لغا قادم أيو ترجمة هذا محل شاهد كي انت أوليان حالة لما تاسا يعني وما كان أحدنا أحد ما هاي حالة دلوات بكجرة أحب من له كالقعيل بلي إلي يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة غرقا قصب ما روح رسول كالله إيقا كالقعيل بلي ورسول هكج على مجر بوير ولا أجل الروح كذوين على مجر في عيني أنا إشهد من رسولك روح إلى هان رسولك أكتير كذوين على مجر بوير وما كنت معنا عين وضيق ومدأ ووضع وكرة أنا ملاهنا في عيني لما ضير عبود من رسول غينا قبل زمانا يوذك إجلال اللي هو وينينا وينين دعاته رسول الله ضير عبود تكسر طول زمانا وقبل بسكين بود وينينا وينين هي هي قد يقع إذا دعاته روح أمرك دار هو هي لزب ماتي وما دوري كرتين رسول ما عبو ماتي ودوري كرينو إنه مانا قبل بسكين بود ولو سئلت هدي اللي يويدي عن أصفة وإن عم تلمان رسول ما عطقت مبع الوذين بود هبيه تلمان لإنه أنا مبع الوذين ما تلمان كرب لأن أري ولما كن معنا هين أبلغ مد بوحي عيني الله ماذا يبين دوت منه رسول كم يبلسني بود الله ماذا يبين ساسا الصحابة الجعيل في رسول كجعلين يقلب ويل بكوين ساسا يعني ولو متى أدام أنت على تلك الحالة حالة أعطى كل ما لها لرجوت وحرجين لها ولأن أكون أنا على هذا من أهل الجنة حتى سنة وقتي أنا عبد ما لها تلك أهل الجنة أنا كمدة هي رجين لها ثم ولينا وحال تولينا أشياء أشياء تولينا حير البنك قبلنا ما أدري ما قرنا يا ما حالي حال قيبوك يا فيها أشياء بحيرين فحوية كدن بيو حير البنك لقبطي يقولوا حير الفربضان بسعاب وقبطي انتي خلافي أي جولي المركي الدماء حقا من قبل المعاوية يويدا نحيل كهيو وطلع الله بيبعي واقعوي كيبعي يسيبوا الجانب كسيد معاوية أيوكا خير قاتل قال قول عود فيلا مت فيلا أنا عنك مت مركان دنتو فراق أصحابني هرطع إلى صاحب إن نائحة مت قيليز تردار كيف بالله فيلا أنا مت مركان دنتو فراق أصحابني إلى صاحب نائحة مت قيليز ولا نار طبنا إلى صاحب وطبنا الله يرد وود والقوا حيالي الجاهلين السمين جلين فإذا دفنتموني مركا فإذا دفنتموني مركا لعاستان فشنو كشو علي مركا إلى عطرابة عرد شنم شوغل عرض يوسف وبيه ويقول شوغل ثم عقيمون قال حول قبر قبره هرير تيسا قدر ما الزمن قدر كي تنحر لقور الجزور النيف قيلة ويقصن لقيم يلحم هاهيل بكير مركي عرض يوسف تان إن نيف قيلة لقور عهيل بكيسا لقيم لها انت كوركي كنا قال كورك هذا الدريريني حقا استعنيس انت انكوي هشد بيكو من انك انا انكوي هشد وأنظر عن في يمالا ورجع محام كل علينا يا بيه ماذا رسول ربي ربي يرسو شيس مرايك الله يسوى كري محام كل علين دونا والجوال هايو سايد مقوم دونا انت عن كفي لي أن يدوي رشي يكرك هيا فبيه وحتى إنه لا يسمع قرع عن عالم وحديد جاء له وضدكم مكلا يا جانقار كضدك يا مركين قويما مركا يسال الروحي والجسو علي دكا شغالي وحاضر المغرب لا يدوي رشي يقول بوالي ساسي دكي أهل الله إلا يلعب سنين وبه قال حدثني محمد بن حاتم ومحمد الصميم بل البغداد وياه محمد بن حاتم بن ميمون وياه وحدثنا ابراهيم بن دينار ايها النوشيكي واللفظ لابراهيم بن ماذا قال وحيد هذا حدثنا حجاج بن نوشيكي وهو ابن محمد الحجاج اعور كي ويان عن ابن جريج يكورني ومكي اخبرني ابن جريج وحايوه قال ويعود اخبرني وحايوه يعلم من مسلم انه يعلى السماء عين المغرب سعيد بن جبير التابعي ويناوي الكوفة والغطرية يحدث يسوى كشاكين يعلمني عباس عن الناس ضد ومن أهل الشرك أهل الشرك كميدو قال لا يا قتلوا وحبين الله ينبور ابن عباس فأكثروا ديك هي قتل غير بضية وزنوا ويزن يستيروا فأكثروا زندين أوي بضية ثم أتوا حيوين مهدين محمد الموتق صلى الله عليه وسلم ديك هي الزند هي معاصر هي بضية وقاس النبي ويمهدد فقالوا عيلا ذن إن الذي مثل تقول أتكو قولي سيئ الدين تنتشيريزو وتدعو دبكنا أدوي ييريزو لحسن من ونكسنوي وحا تبك أول طواقي وروح ونكسن ولو تخبرنا هدام دعو ورمتو
أن لمن لديك عملنا أن عمل فلكفارة إنه واحد فكفارة تنتعصى اسمه إنه تأخرها فلها ويسك عمل فشا والراعي لا ترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البريد من المال إلى هذا وقال أطوه جارة مجرورك أبو ضرفينك ويسك توسعنا ويسك عمل فلك ولو تخبرنا عدام نوغا ورمتو ولو تخبرنا هذا نوى ورنتو أن لمن الذي كيف أصبنا عملنا عمل فلا كفارة كفارة إذا أصبنا هذا نوى شكتو دي آمنا بكوي ومقرمين لهم ليو ذا جواب كيني والقوانية فالنزل وحسو دكتي والذين كوا لا يدعون أن عابدين مع الله ألا من عيسى إله ما آخر ولا يقتلون النفس النفتين أن دلين الله تتاسو حرم الله إلا بالحق المهيئ ولا يزنون أن زني سنين ومن يفعل ذلك عرق عنك يسمى يلقى أثارا لكم ليضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من طال وحكى الدم كجير يعطيه طوبة الروح إلا ليه لو طوبتك روحي ربه وعلى نافه وعلى نزله وحكى له سود لي يا عبادي أطوما هيك هل يرى كوا أصرفوا حكوا حد قد بي على أنفسهم مفتوه لا تمنضوا هكاكوا سيدنا برحمة الله باب البيان حكم الكافر باب البيان حكم عمل الكافر قال كعمل كيسة حكم كيس عطين تير وباب يا إذا أصله مركو إسلام بعده عمل كادمي بعده بعد العمل روح قال كأنت وقال كعام وعمل ونعكس أنا بضمه خيرات كل جيم كل كأكدي بدينا إسلام عمل كي أنا كوك وقال كأقول لي من خيرات كها ثواب مكيل مسكين الماي وبي قال حدثني حرمرة من يحيى وتجيب جمرة بعض عمر المصري وعلى كل الدريب اللي تجيب كوا المصريين قال وحور أخبرنا ابن وهب وعبد الله وهب المصري قال وحور أخبرنا يونس ابن يزيد وأي لسان عن ابن شهاب المكوري أخبرني وحاي ورمي ابن شهاب عروة بن الزبير لبطل والمدنيين وعلى اللغة التابعية أن حكيم ابن حزام ابن خويلد صحابي ويناوي حكيم ابن حزام ابن خويلد خديجة يا إيدو وحاي حزام كاقرة يا ابن خويلد عنك وقوها كعبابا تحرير الغدر الكري انت تعرفها يكتوطا يكورنا هذا هو جودي هي البيت كعمل الجودي هي منك كريه هي على بعضي ويانا كل بشر أنا حكينا من حزام بقى أخبره هو رب العروة أنه ويسار قال إنه يجري لرسول الله رسول إله صلى الله عليه وسلم رسول كوي إلى أرأيت كورا أمورا أمور كورا كنت آنها أن تحنف بها من كل إلى في الجاهلية الجاهلية نهر أمور الجاهلية كنت تبرد الجريء وناك أهد كورا هل لي مريس ما في هذا حيرا من شيء وحشي وثواب فقال له وحوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وحاتكو إسلامت على ماك أسلفت أظهر مرسطي ومن خير خيرا وتحنث لأت عبدوه وحي خير ومدرجة وتحنث لأت عبدوه رسولك وين تجري أسلمت على ما أسلفت من خير مدرج وكما يا رب قلي جري كوكا وحي خير عمل أي ونكسن أي ظهر مرسطي وحي سيدي بابو هاي ستاوي وبي قال حدثنا حسن الحلواني ومكي وعبد بن حميد قال الحلواني وحور حدثنا وقال عبد بن وحور حدثني فارق الطول وقال حكى حسن السنة عاد ملك الليلة هي السياغة لبركو وكهستا جماعة وقال عبد بن وحور حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد وين عبد الرحمن عوفك ويان يا وهو هاي قال وحور حدثنا عبيد أربعة أيوه إبراهيم أيوه ورمان عن صالح بوليشي كي صالح بن كيزان ومدني عن ابن شهاب المكور من الزور أخبرني وحايه ورمي ابن شهاب عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام حكيم بن حزام أخبره ورمي عروة بن الزبير أنه حكيم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله رسول كلاهي أي وحرف ندة وأي وأو كولين جل مركز كحرف نداء والقريب قال وربه وقائي بعيد كبليين إلا وضع والله استعماله أي رسول الله أرأيت كورا أمورا ما كنت أنا أتحنث بها من كنت بروك إلى الاستفيل الجاهلية ومن صدقة صدقاء أو عقاقة حرين أو أمساسلة الرحيم الرحيم حليلين تي أفيها أجر وأجر من كسوين فقال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم أسلمت وحدكو إسلامت على ما أسلفت واحد ومرسطه من خير خير وبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإبن رهويه ومجته يو عبد بن حميد قال وحينا أن أخبرنا عبد الرزاق وصنعاني ابن همام وهي قال وحور أخبرنا معمر ومعروف معمر بن راشد يسوى بسري علي زهري مكوري بهذا الإسناد
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وحول أخبرنا أبو معاوية نورة فارقة قال إسحاق بن إبراهيم يا عبد بن حميد وحي كوريني عبد الرزاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية ومريك قال وحول حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أبيه بكوري عن حكيم بن حزام قال هشام بن عروة وأو ستوس وغوريني وهو حكيم بن حزام كلفتيسو يعروه كقاله هبا ابن شهاب يا عروة كقاله عروة حكيم كقاله هبا ماشي وحصور قلي هشام بحصور قلي هشام بلو ذلك هشام وكجرا ويسكو طرقلي هناك ابن شهاب كالزهري حدثنا هشام بن عروة ماور عن أبيه أبيه عروة كور عن حكيم بن حزام قال وحيل وحكيم قلت وحامل يا رسول الله رسولك لا يبان أشياء أشياء وكنت أنا أفعلها مدفرة في الجاهلية الجاهلية ودحر هذا أشياء أنفلي هل لي فيها أجر أجر من يسوي قال هشام هشام حوري يعني وحوجي لا أتبرر بها أنكو إلى ليزني أتبرر وبرر أنكو سميني فقال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم أسلمت واد إسلامت على ما أسلفت وحا خرمر ستين لك هذا ومن الخير خير قلت وحارف والله ما قلت أرتين لا أدعو كتك ما هي شيئا شيء وصنعته أن سمي في الجاهلية الجاهلية نحن إلا فعلت وفر يا في الإسلام الإسلام كنحن سر مثله سبق شيء الجاهلية سمي كتك ما هي إلا أدنى أنت إسلام الدولين الشيء وصمين بي وبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق حري في الجاهلية جاهلية لا دخل من أقرقرة بقول قارون بحري وحمل على مئة بعير بقول ختنا هو بحيي ثم أعتق وحري في الإسلام الإسلام في الحديث مئة أقرقرة بقول قارون وحمل على مئة بعير بقول نيف وجيلنا وصدق استمر كحوي ساقرقته أنت وجاهلية كبحي هذا دب نوسع أنتي ود ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم دين السؤال شيء ودي فذكر وعشى نحو حديثي قال حتى عبد الله بن نمير بماشي صوت لزمارة وهشام بن عروة كورينية ما كلا صور ريا حديثا معنا يا روح وقت وقال كها ماشي ونكسنا يقول لجن ما لقى أقبل مثلا أقبل المال ومثلا حور علماء وإلاء الله قال عام علماء وصول كآل ربح ثيانا هدي لي الله وقال لقى أقبل أعماشا قبول كيد مني كسر يسير قال لأهل النية مرهو لأنما الأعمال بالنيات والتحديد كاسا عماشا صدقوا أقالكم أهل النية معها ما كما وحي القدر إلينا يا أعماش يا الدنيا دا دحرية وحي وطن لك أكبر وحي تصور ريا الدنيا دا دحرية منك أقالك يا أعماش يا وحي الله ما نيو ويكا أصيح لما أرام كرو لكن آخر إلهي سؤال تعامل إيهي مثواب كسير إلهي بأطالعه إلهي بأتالي الدين يا لكن الدنيا دا دحرية من قال عمل كولي ما دو تو أصحي لما أردك العمل كبادام من أهل النياه باب صدق الإيمان وحلقها عندنا هذا هذا وحاول إيانه وآخره ثواب كهل وانتعانه الإله فضل يسوع واسع علماء طيب كم إذا وحيي أركع مركع حلنا أيام أعماش وحلقها أقبل على ما أسلفت من خير توكل من وناكسر عمل خير بحيه وكعارية شبع رحي كل عظيم وقعر بعض الجاهلين يهدد بهم درته وحي عاطفه كورونا بحين جلت هذا سيدي بل وقع علي لما سيدي بعض بحين بل وقت الى هذا مرض غير قبل كشر باب صدق الايمان هذا كان باب صدق الايمان ايمانك صدق جيس يا بوشي جيس اي وباب يا واخلاص اخلاص جيس يا صافي انت وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وحول حدثنا عبد الله بن ادريس والكوفي ومنك أن أصور مريم بالروعة يعني وابو معاوية طوال مريم كيبيا ووكيعهم أفر من باي استودع أفر طبعا عني أعمش بي كوريين وتابعي أعمش عن إبراهيم أيو كوريين عن القمط في سبع تابعي ما استودع سبع ذو تابعين أعمش إيا إبراهيم النخعي إيا القمط سبع ذو سبع تابعي والسناد كاللي هي السير الموضوع كحتى كتب تنبيه ويبت إسناد كما عمو كلاه رجل تعليه وكلاه شمل استي حولي ما من نبيه طلع اجتماع مثل هذا الذي اجتمع في هذا السناد إسناد كواحق كل مرء وكلاه وساريد هو كل مآب هو يرتعي رجل يسوي من مر عن عبد الله بن مسعود بن عرقم كوري قال عبد الله يقول لما نزل المركب سبوت دكتي
الذين هو آمنوا الرمية ولم يلبسوا إيمانهم إيمان كورا قطر بدل من مركز سودكت شق ذلك كاسبون على أصحاب رسول الله رسولك إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من بال كوا فني إيمان كورا ظلم أن كبر أولئك لهم الأمن كوا سال أمان كوا كاس أصحاب أبدا أبدا أرنتاز وقالوا عيلا بين أينا كان يرى الله يظلم نفسه نفتي صدومين محمد تسلم من بر المجد فقال رسول الله يحب صلى الله عليه وسلم ليس هو معها يمني الشيء كما تظنون أنا ليس هو شأنك معه كما تظنون صاحب ملايين السام إنما هو يصل كما كي أو كلو يقال ويجري اللغمان اللغمان لبني ويل كيس يصير اللغمان يجري يا بني ويل كي يجري الله تشريك بالله الله هو شريك يجري اللو إذا جئنا إن شرك لظلم عظيم مرك هذا هو اللي يجي الظلم لو شرك ولو يلبسوا إيمانهم بظلم شرك لا اللي يجي هذا مرك عن مكان إسحاق وبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل إياه علي بن خشرم ومروزي كاولي بن مروزي أولاد إذا قال وحيد هذا أخبرنا عيسى وهو ابن يونس ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أو إسحاق السبيعي ويناوى قال وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي والكوفي قال وحول أخبرنا على ابن مسلم وعلي حاو حدثنا أبو قريب ومحمد بن العلاء وكوفي وين قال وحول أخبرنا ابن إدريس وعبد الله بن عبد الله سومنا صومر أطال صومر إنه هو مسلم وصومر عبد الله بن إدريس بالليل هذا كلهم ضمانتهم عن الأعمش ويكوري بهذا الإسناد مركب صومر تو حديث كيف هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن إدريس وأبو معاوية توقيع عن الأعمش سمين كورينين هذا ماشي علي وحوي علي بن مسلم إيو ابن إدريس يا أعمش كورينين سنة كين في زيك الواسطة قال أبو كريب أبو كريب وحوجي قال ابن إدريس ابن إدريس كي وحوجي عبد الله بن إدريس كي حدثني حديثه وعائشة أول مرة ورأي أبا إذا عن أبان كوري عن أبان من تغريب عن الأعمش ثم سمعت وعني على كم غلب منهم من الأعمش كربلو قريب قال أبو كريب وسنة المدة البيئية وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس سوصد ما قلت ابن إدريس أو أبو كريب كورينا يا أبو كريب وحوليه شيخ ابن إدريس مركي والحديث وحانك قادم لأبائي أبائينا أبائي مكورينا أبائي كاسا مركي أحمش كسي وريني لكن قلت أنت معنا أحمش كسي لأبائي أولاكم ميبرو الله نحن أعلم من كربوه قال أبو كريب وحول قال ابن إدريس وحولي حدثني في حديث وحائشة أولا مركي والعبي أبائي إدريس أنا أبان ابن تغلباء يكوّر إلي عن الأعمش ثم سمعته وأنا أغلب منه أعمش بان حديثك مركي تمكرم باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما لا يطاع باب هذا كان باب بيان أنه سبحانه وتعالى وحباب إياه أنه سبحانه وتعالى إله لم يكلف إنه ما كلف انتبك إلا ما يطاق وحوى كرمه يومحك إله إنه ما كلف انتبك وحي أبوذان أي كرمه يومحك لإنه ما كلف يومحك طيبه وبي قال حدثني محمد بن منهال وأطي البصري وهي محمد بن منهال عن طريق الباليلة يوم يتم بسطار العيشي يسأل هو بس يقول أطار عيشي مقشار مدل الله نسبة واللفظ اللفظ اللي أمية تعيو أصغ ناضي لفظ يصور صعبه قال وعينا من حدثنا يزيد زريع وبصري وصومر قال وعينا حدثنا روح ابن القاسم في سوماء ويروي صغر وصوصر ابن القاسم وهي وبصري عن العلاء الكوري على ابن عبد الرحمن عن أبيه أبيه عبد الرحمن الكوري عن أبي هريرة تصدح عن بلاد المدنيين قال وعينا أبي هريرة لما نزلت مركب سودك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله الله أصبنا على ما في السماوات وما في الأرض سماد الأرض وحا كسوا على الله إسكال وإنتم دوا عظام مجزان ما في أنفسكم نفتين وحا كسوا ولو تغفوها أبقرساء يحاسبكم به الله والله وإذا كل حسابتين مركز سودكت فيغفوه أطاف لما يشاء وعوضون ويعذبه عذاب ما يشاء الله على كل شيء قدير قال وحول مكة آية داس سودكت قال وحول وحول فشت الدواعات قال ذلك كاس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كنت أخراضيه فأتوا رسول الله بإمامة صلى الله عليه وسلم ثم بركوا الفارستان على ركبه جلبه كفارستان آدي يوم ربسان يجلبه كنت أعيره كفارستان
فقالوا وحي دادنا يا رسول الله رسول الله وكلفنا وحنا لهم مشكية من الأعمال حق أعماش وحنا لهم مشكية ما نضيق وحنا نقولي وحنا وحنا نقول نوع الصلاة صلاة والصيام صوم والجهاد جهاد وصدقة صدقة كلنا لهم مشكية ونقولي وقد نزلت عليك وحنا نقول سودتي هذه الآية آية ولا نضيق وحنا نقول هذا آيات أنا اللي يقصد الجيل من أول ما معكر وحيد كلمة معه وين تبدو ما فيها فسق ما تخفوا بالي واحد مجسام يا واحد قرزان قال بيجي نقدر ولا يكون عصابة يا ماشى قال هو واحد ما أول ما يدافق قال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم تريدون ما يحدون إذا أن تقولوا إن أتحرك كما قال أهل الكتابين قرأ إلا ولا كتاب لسيئه الكودي أهل الكتابين إلا ولا كتابه الكودي من قبل كميني كوري والنصارى اليهود وحي سمعيه مياه سمعيه نيسا ومحي الهدين قالوا وحي الهدين سمعنا وان مقال وعصينا وان معاصرا ساسي خلال عصيتي لمسلم عبر تقول بل قولوا ما هو الرسول كي سمعنا وان مقال وضعنا وان أبعنا غفرانك الدم بالله ما ضل بين ربنا رب الله وإليك هذا حقا والمسير المرجع على السنة ما قالوا وحي الهدين سمعنا وضعنا غفرانك ربنا وإليك المسير سيرب يكون قولا لا لقنا فلما قترأ أها مركي وأغري آيات بالقوم قومك فلما قترأ أها ها آيات بمركو أغري القوم قومك ذل أما حضرك الرسول كمركو قومك أغري ذلت وحاقض بها مقالبة هي كلمات وحاقض على سنة مع رب الله عرب الله إذا أجل عسنالي ويكون العلي فأنزل الله أنه الحسود الجيه في إثرها قال عشان إله الحسود الجيه آمن الرسول رسول كيقول رميه بما نزل إليه وحل الحسود الجيه من ربه والمؤمنون أول رميه كل مدك استوى اسكم الضرق آمن أول رميه بالله وملائكته وكتبه ورسوله من رميه لما كان ذلك لا نفرقه كالجيب مين بين أحد ومن رسوله كمل السنة وقالوا لحي الأذن سمعنا وأما قال وضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا مركب فلان ذلك أهلك يعني نسخها آيات ديه روحان نسخها الله إله تعالى سري آيات ديه روحان تبدو ما فيها أنفسكم وتخفوه أي لا عبارة هي أنها تبتل آيات ديه على النسخة مركب سيئه بجان الزمان ومحال لهم نسخة فأنزل الله تعالى ألا بحزود الجي عز وجل لا يكلف الله الله كما شقين ما هي نفسا نف إلا وسعها كرام كيدا مهين لها وعا أسوى ما كسب الوحي كسبطي الولاية وعليها قرق هذا وحاء مقت السبب ربنا ربي غنو لا تؤاخذنا عن نوقف أن إن سينا أعطانها المعنى أو أخضعنا قال ربي وحير النعم ليلين قبرنا أي نسيان يا خطأ ربنا ربي غنو ولا تحمل علينا عن الله حمبار إسرا وليس كما حملت وصال حمبارك على الذين من قبلنا كوي نبوري قرق قال ربي وحير النعم تانا ليلين كأقبل ربنا ربي لما ولا تحملنا هو حبار ما طاقت لنا وحن أول نور سبنا من قال ربي حر نعم واعفو عنا نعفي بيننا واغفر لنا نورنا وارحمنا نورنا حريزة أنت مولانا فانصرنا نؤكر جاء على القوم الكافرين قال نعم بلو هل كاسر انت عقوها والله عاد كيستا كل كاسر جاري مأملك وبي قال عبد الغنى أبو بكر ماري شيبة وأبو كريم يا ويسحاق بن إبراهيم وحنجري والله لفظ يقول أبي بكر بن سلمة أبو بكر بن أبي شيبة أسكال اللفظ قال إسحاق إسحاق هو يسأل أخبرنا يقول وقال الآخران إلا مرة كلا نحدثنا وقت مكة وعلى إسكال بربك سألو كريك إلا كتاب كيس إلا عيسى هذا ما لما قسوا بيحجري هذا اللي قسوا في أجواء الماي صدح لي مني أول وريني قال إسحاق هو أخبرنا وكيع وقال الآخران إلا مرة كلا وأبو كريم إسحاق أبو كريم أبو بكر وحي الهدين حدثنا وكيع حدثنا وأنه شكي وكيع ابن الجراح ابن مليحي عن سفيان أيوك شكي عن آدم عن آدم ابن سليمان كوى ورقرات آدم ابن سليمان كوفيته كمدها مولا خالد دموي قال وحوري ويعمها آدم كي سمعت وحمد لسعيد ابن الجريري يحدثه سوى كشاكين عن ابن عباس قال وحوري يقول ابن عباس لما نزلت مركز سويد اجتهاد الآية وآيات وانتم تو عطار مجسان ما في انفسكم نفتي نواح قصبا او تغفوها القرسان يحاسبكم به الله مركي سودكتي قال وحوي ابن عباس دخل قلوبهم قلوب طالي وحاق علي منها آياتا حق على الشيء شيء بعد قلوه لن يدخل قلوبهم قلوب طالي من شيء
شيء كوري وحن كجل بقلوب طال عيادة الجريسين دخل قلوبهم وحاجة من عيادة حاجة هذا شيء وإنه لم يدخل قلوبهم أنجرين من شيء شيء كله كوري وحن قلب قول الجرين بتنقلب قلوبهم من شيء زمان ما دقيت فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا سمعنا وأطعنا وأن مقلل وأن أطعنا وسلمنا ومجلسنا قال محمد بن عباس فألقى الله إليه وكتب له الإيمان إيمان وكتب له في قلوبهم قلبي يالكم فأنزل الله تعالى قال له حسود جي لا يكلف الله نفسا نف إلى أي من شقينا إلا وسعها كرام كير مبين لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربك لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال ابن عباس قال وحيي ربي قال وحيي ربي قد فعلت وان فرج فركي بهين لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال ربي وحيي قد فعلت والنسيان يخطأ غير قبل ما قالوا يا ربنا ربك الله ولا تحمل علينا إسرا وليس نروح بارك كما حملت وصار روحا بارك على الذين من قبلنا هو أن نجد نجوري قال ربي وحيي قد فعلت وان فرج قالوا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا قال ربي وحول قد فعلته وكان ترجمه ما هي باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف الا ما يطاق وحال الكريم انه الى هدف مكلفين وحي لكل مكلفين باب تجاوز الله الله دافي ديس وباطا عن حديث نفس نفت الشيكال يضع النافع هي والخواطر وحيانا كسر معي بالقلب قلبك اذا وقتك لم تستقر اين كسر مع من قلبك الى مكسر يا وبياني أنه سبحانه وتعالى إنه إلهي لم يكلف ونقوم شقينا قدك إلا ما يطاق وحلى وذن مهين يا وبياني حكم الهم هم يحكم إذا عدين تيرا بالحسنة الهمين وبسيئة السيئة وعباب يتجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب ما في الدلاء ما في وحي على النفط الشاكر يا قلب الواحد كسوبة مركي ونفط كسوبنا إن اللقوا آمنين يوم إلى هذا كلف وحي وولم ويوم وحكال إلى وحي على روح مك وحسنها ميو أما سيئة وهم يحرم كاب وبي قال حدثنا سعيد بن منصور وخراسان وقتيبة بن سعيد إن بلما تصوم الثقفي إلى محمد بن عبيد العبري والبسري واللفظ لفظ يقول سعيد بن رسول ناضي سعيد يا اسكال سعيد بن منصور كي خريب قالوا وحي الى ذن حدثنا وحامل شيكي يا ابو عوارك ووضاح وسد نوع عيسو عن قتاده ايوب شيكي وبسري عن زراره بن ابي اوفى اسنا وبس عن ابي هريره قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله الهي تجاوزه ضعفا لامتي امتي وكان ضعفا ما حدثت وحي وشيكي به معك ما انفسها نفتين وحي نفتين وشيكي صوت الهي وكان ضعفا ما مدد الله يتكلم وين قوها لنا ويعمل بها إلى قوة عمل فلنها وعطوك أنا ويحي قوها للنفط كشير كينيسي أما أين قوة عمل فلن فوقها لنا قعفل هديسة أي قوة عمل فش أما أشهر كيسي لقرن وبي قال حدثنا عمر الناقد إبا ضبا صومر وبغداد وزهير بن حرب النسائي قال وحي لاذين حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وابن عريه بصر الله يحاوي حدثنا وعملوشك يا مبقر بن عبي الشيبة وكوفي قال حدثنا علي بن مسلم وعبدة بن سليمان عبدة بن سليمان كاس كوفيين تكمل قال وحدثنا وحنوشك ابن المثنى وابن بشار قال وحيد هذا حدثنا ابن ابي عدي محمد بن ابي عدي البصري كلهم ضمانته عن سعيد بن ابي عروبة اي كوريا عن قتاده وابي بصري انتهى عن زرارة والزراري هذا زمر الزرارة بن اوفى بالليل هذا عن ابي هريره كوري قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله الهي عز وجل تجاوز وطاف الى امتي امتينا وطاف عما حدث به وحيروشا كيس انفسها ما لم تعمل انت هنا عمل فلن او تكلم بها الى بعض انت وحي روح الى بعض انا عمل فلن ولا يطافي وبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع حدثنا مسعر وهشام حا وحدثنا إسحاق بن منصور وكوسي جكية قال وحور أخبرنا الحسين حسين بن علي ينبى ليلة وكوفي عن زائدة بن قدامة ويا كوفي إنتو كميريا حاشا إمارة أيو كوري بسري جميعا ضمانت عن قتادة أي كوري بهذا الإسناد مثله مركة قتادة مركي غرب ديدتك كقالة هي دي بهم قوة سعيد بن أبي عروبة أيها كقالة حتى روحاك قالة هي دي رجل شايبان قالة نكال إلى مصعر هشام يا كقارد
باب هذا كان باب وي إذا هم مركو لم العرض أضاق بحسنات كتبت ولو قري حسنات وإذا هم مركو لم بسيئة لم تكتب لو مقري وبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم بعد حق عصو إسكو حيث هو عرق مشايخ ديسي ويوي بيكمد على واللفظ لفظ يقول لأبي بكر بن أصر ماذا قال إسحاق وحوير أخبرنا سفيان إسحاق بن إبراهيم بسر وحوير أخبرنا سفيان وقال الآخران إلا ماذا كرنا وحيدا من حدثنا وحنوشكي ابن عيينة ساتي كالعبيرين أنا بزناد مكشكي عن العرج لبدا بالمدنيين ويرقي ويوينا أكبر حكا الوريا عن أبي هريرة كورنا قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله وحول عز وجل إذا هم عبدي أطوقي مركو همي بسيئة حمان مركو همي فلا تكتبوها هقرين عليه كركيس حمانتها كقرين هدو همي وحمان دون فإن عملها هدو عمل فلا تكتبوها سيئة هل سيئة وحريقة هدو حمانتي فلا انتو همي وكل مقاقه هل سيئة الله عليك الله قرب وإذا هم مركوا أن يعدون بحسنة من أولاك فلم يعملها ولا عمل فاكتبوها أقرى حسنة هم يؤولاك إيه حسنة هم يهل حسنة الله قرب فإن عملها دو عمل فلم فاكتبوها أقرى عشرة طبعاً أقرى وبيه قال حدثنا يحيى بن أيوب ومقابري عابدك وإلاوه وقطيبة بن سعيد الثقفي وعلي بن حجر ومروزي قالوا وحيدا أن حدثنا إسماعيل وأي موشكي وهو ابن جعفر والمدني صلى عن العلاء بن عبد الرحمن مكوري عن أبي أبيه عبد الرحمن مكوري عن أبي هريرة مكوري أفرط الضب مع الزهابي والمدنيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيي قال الله عز وجل إلى هم إذا هم عبدي أعطوك يؤمرك هم بحسنة ولم يعمل الله ما عمل فلن كتبتها ونقر يلا وأعطوك حسنة بأنقر حطوها ميوة حسنة أو أمر قد نقاد ونقل فإن عملها دو عمل فلا كتبتها وحان قولي عشر حسنات طبعا حسنة إلى سبع مئة لعف تضربق الله كل ذلك وإذا أما بسيئة حمان مركوها مياه ورب يعملها من عمل فلا لم أكتبها عليه أقول ما يرى حمان تنوها مياه أقول ما يرى فإن عملها دو عمل فلا كتبتها وانقل سيئة واحدة هل سيئة أقول ما لا يبتبع إلا العمر وقال إنك إسكوها إذا وراقه وبي قال حدثنا محمد بن رافع وأن سابور فلقد كنت نادم يوم جعله قالوا العود حدثنا عبد الرزاق حق المشايخ وهو أي كقال يا فلقد تمنا فلقد كنت تمنا أنت ويسو جيران وبي قال حدثنا محمد بن رافع قالوا العود حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قالوا العود أخبرنا معمر أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه بكوري همام بن منبه الصنعاني قال وحيي هذا كلمات هي حدثنا المورة من أبو هريرة واحد صوصع وهو أبو هريرة المورة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرها ما مخوش أحاديثة أما فذكر أبو هريرة مخوش أحاديثة أحاديث بشيء رسولك وكبرية منها أحاديث طوحا كملها فذكر ابن همام كوعد همان كوعي ابن المبه فذكر أمام حوشي أحاديثة ومنها كمل أحاديثة يعني قيد رسولك أبو هريرة وشاك منها وحا كملة ده حقا أيام وجرائها منها حديث كنصوص على كملة أيام وطعايا فذكر أحاديثة وشاكي منها أحاديثة وحا كملة قال تاسعف يعني وحا كملة أحاديثة قال وحولي أبو هريرة قال رسول الله وحولي صلى الله عليه وسلم رسولك وحولي قال الله عز وجل وحديث القدس إياه إياه إذا تحدث عبدي عطوك إيه ومركو شاكي ونفتيس أو شاكيس بأن يعمل إنه عمل فرا حسنة ولا إنه عمل فرا مركو كل شاكي قلبك كلا شاكيس فأنا أريد أكتبها ونقول يا حسنة اللي هو يسأل حسنة تنبلو بقل ما المدد لم يعملون عمل فرا فإذا عملها مركو عمل فرا فأنا أكتبها ونقول يا بعشر أمثالها طبعا الله وإذا حدث مركو كشاكي بأن يعمل إنه عمل فلسيئة حما فأنا أريد أغفرها وأرقى في له إسر فلم يعملها أنتم عمل فلا فإذا عملها مركو عمل فلا فأنا أكتبها وأرقى له إسر بمثلها أيضا يوقع هل سيئة مركا لأقل
وقال رسول الله يقول هل كاسر بك ولا صعوتا احاديث بويشه منها وحاكمها ومنها ومنها ساس اسو تبع صعوتا ومنها وحاكمها وي قال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم قالت الملائكه ملائكه وحي قرا كوكو عدون كدبال رب رب لا يو ذاك كان عبدك عدون كاي ويو يريد الدور ان يعمل عمل فرسيا ترحمه عدون كاي حمان وسميو حرام الملائكه دي وهو هدي إلهي لعبصر به سيا كوب وهو إلهي لعبصر كوب به بالعبد أدوك إلهي كوب فقال إلهي وقور أرقبوه بل العلي والدورة فإن عملها حد عمل فر فاكتبوها أقرأوا الله أور الله يسرى بمثلها إيابي أكر وإن تركها حد قتقر فاكتبوها له أقرأ حسنة كو كوري الدورة كس حريقين كسوه هدو سيئان اللي يبادر حمد قرأ ديك وإسكتا تقرأ حسنة أقرأ إنما تركها وقتري من جرايا أنا ترابي وقتري يعني من أجلي أنا ترتي وقتري ومن حكم إذا قال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم يتكين بكم وناجي إسلام وإسلام كيس فكل حسنة حسنة كستو يعملها وعمل فرج تكتب ويقر بعشر أمثالها يا وكال إلى 700 ضعف تتوقف الله كيت وكل سيئة حمان كستو يعملها وعمل فرج تكتب ويقر بمثلها يا وكال حتى يلقى الله إلهي تقلقهم وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر ان ربا صومر الكوفي ويه عن هشام البكوي وهشام بن حسان الازدي البصري بالليل هذا عن ابن سيرين الكوري ومحمد عن ابي هريره قال وحول قال رسول الله وحول صلى الله عليه وسلم من هم منك دور بحسنه حسنه فلم يعملها حسنه ان لم يمنن كتبت له هلوك الحسنه ومن هم منك هم بحسنة فعملها عمل فلما كتبت له حلو قريا عشرا حالتا طبعا إلى 700 لعف تضرب قلاك ومن هم منك دون بسيئة فلم يعملها عمل فلما لم تكتب سيئة لما قري وإن عملها هدو عمل فلما كتبت له حلو قري وبي قال حدثنا شيبان مفروخ الأبولي بالليلة قال وحول حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد في وليه عن الجعد بكوري أبي عثمان وبسري قال الحور حدثنا أبو رجاء العطاردي بسري المخضرم كعاوي عن ابن عباس بكوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شيء يروي وكوري رسولك عن ربي تبارك وتعالى قال رب وحوري إن الله قال رسولك وحوري إن الله إلهي كتبه أخرى الحسنات حسنات وسيئات ثم بيّره عدي ذلك عرك فمن هم نك يهم بحسنة فلم يعملها عن عمل فلك كتب الله له قال له وقل عنده أبتيس حسنة وكاملة ضم يسترى وإن هم يدوهم بها سيئات فعملها وعمل فلما كتب الله قال له وقل عز وجل عنده أبتيس عشر حسنات طبعا حسنة إلى 700 ضعف تضربك الله كان إلى معاق كثيرة لا لا ضربك وإله يوم حساب سنة waxay ku kala tiriisaa laalaabyada kol waa toban liri kol waa toddoba boqol liri kol ilaa amcaafi kaiira la qoran ruuxa ikhlaaskiisa dadku ilaa isku mid maa hal amal baa laga yaabaa inay ruuxa hal mar loo qoro ruuxa toban loogu qoro toddoba boqol jeer loo qoro ruux laga sii badiyo waxay ku kala tegina waa ruuxa ikhlaaskiisa iyo khushuucdiisa iyo camalku kayfiyad u dhacay wayna maadu hamiya bisayaati falam yacmalha una camal fard كتب الله له الا وامر عنده والتيس حسنه كامله وان هم عدوا انبياء بها سيئه فعملها وعمل فرنا كتبها سيئه يقول الله له سيئه حائط واحده كلي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال ونسابوري قال وحول حدثنا وحنوشك جعفر بن سليمان وبصر عن الجعد بن كوشكي ابي مسمع في هذا الاسناد مثل مركي يا كورني جعد عبد الوارث صوما هذا جعفر بن سليمان في هذا الاسناد بمعنى حديث عبد الوارث حديث جعد كوري او كله يو كوري جعفر بن سليمان وزاد جعفر وككردي وما حاها وتر يا الله اله سيئات وكتر او تمركو سيئات لي ما طلفتها حدو دوني له وكتر او مستفاد لي ما ولا يهلك بها الاجسام يا على الله مع الله الا هلك مويه نار من قال حتى عرفت وين هلا السمد انت تاسو درجة منك الله استوى الله استوى بيجي انت تاسو جلور نحرست اللي يجي هدي هل ما قم بعض يقرأ هل كم مرة وما حال الله يقول لي هتقول لي هل وتر
iyadoo intaasoo dhin jirta hadduu naar galo walaa yahriku cala allahi ilaa haalikun. Calaa bimacnaa maca weyeeni walaa yahriku cala allahi maca allah ilaa haalikun. Nin halaagsami mudha halaagsami maalintaa weeye. Baabu dayaani lwaswasati waswasabiyo waswaaska inuu baab yahay fil iimaani iimaanka dhexdiisa waswaasa la waswaaso iyo mamaa yaquulu ruux wuxuu ku qawlayay man wajadaha waswaaska ruux ee hela ruuxii waswaasa wuxuu ku qawlahay. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد هي عن سهير بن ابي صالح عن ابي ابي صالح وكوري عن ابي هريره قال ابو هريره جاء ناس تنتبه ومن اصحاب النبي نبي اصحاب عيسى صلى الله عليه وسلم فسالوه نبي اي ويدي ان انه لجد واهلنا في انفسنا نفرت النظر تحليل وحنكيرنا ما يتعاظم وينيسنا يا حدنا مدكرنا ان يتكلم به انه الله nafta nada dhexdeeda waxaan ka helaynaa waxaan aan afka kala sheegi karin oo shaydaanbaa soo qalbiga wax noogu sheegi noogu sheegi waxaan aan afka soo marin karin baa halka dambe qalbiga naga kusoo dhici marka inaa najidu waan helaynaa fii anfusina maa yatacaamamu wax uu weynaysana xadunaa mid karna an yatakallama bihin uu ku hadlo. Qaala rasuulku wuxuu yihi waqad wajadtumuuhu miyaa hesheen ba waxaasi wax jiraa oo qalbigeeda kaga dhaca. Qaaluu waxay yidhahdeen nacam. Qaala wuxuu yihi daaka kaasi sariixu liimaani waaba imaam baraxla imaam baxla aa heshee imaanka baraxlay baa waxay mawaswasada waxaan lagu hadli karin qalbigooda kusoo dhici imaanka sheeki uu ka geeyaa maya waa weynaysigay weynaysteen ruuxu kolba wixii igu soo dhacay kuma hadli kara hadduu yidhi weynaysigaa u weynaysanayo ee waxaasaa kugu soo dhacay arrimaad wax weyn gashay uu odhanayo taasa imaam baraxla kadaaka sariiculimaan ee waa waswaasi ha odhanino daaka sariiculimaani ha u marayni in waswasadii loola jeego imaanka baraxla waswasada maa waa tahay. Wabii qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar qaala wuxuu yihi xadaanaa ibnu abi cadiyin can shucbatu ka weliyaxa waxadaanaa maxamed bnu camr bni jabalata albaahiliyu weeye basri buu ahaa ibni abi wara ibni abi rawaadi weeye iyo waa abubakrin isxaaq qaala labaduba waxay yidhahdeen xadaanaa abuljawaal ayaa noo sheegay abuljawaali dabiyu lkuufiyu baa la yidhaha can camaari bni zuleyqin buu ka weriyey addabiyu isaguna waa kuufi kilaahumaa labadooduba can ilacmashu bay ka weriyeen can abi saalixin can abi hurayrata sala allahu calayh wasalam dabaad alxadiid waa tahay meesha la iskaga soo daray dhow marka kilaahumaa can ilacmashu buu ku yidhi wa camaari bni zuleyqan iyo ninkii la odhan jiray shucbe acmash bay ka wada weriyeen kolkii horena waxaa weeyaan xadiidku marka can ilacmashi can abi saalixin can abi hurayrata can nabiy bilaal alxadiid kolka waxaa weeye xadiidkii abi hurayra markii hore abi saalix baa ka qaadayay suhayl bna abi saalix abi saalixaasaa ka qaadayay kii oo kale weeyaan qol. Wabii qaala xadaanaa yuusuf bnu yacquuba safaar qaala wuxuu yihi xadaanii waxaa ii sheekeeyey caliy bnu cafaan oo kuufi can sucayr bni alkhimsi buu ka sheekeeyey isna waa kuufi can mugiirata ibni miqsam weeye isaga waan soo marray miraaran can ibraahim ayuu ka warramay waa naqiica can calqamat an cabdillaahi ibni mascuudin qaala wuxuu yihi cabdullahi su'iila nabiyu nabigaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can ilwaswasati wasuusadaa la weydiiyo fa qaala wuxuu yihi tilka taas maxdul iimaani iimaanki oo barxala waxa loo jeedo marka waxaa la weynaysanaya ruuxuna ku hadli karin weeye. Wabii qaala xadaanii haaruunu bnu macruufin albagdaadiy wmaxamed bnu cabaadin almakiyu walafdu lafdiguna lihaaruuna haaruun baa lafdigan iskale qaalaa waxay yidhahdeen xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyaynin can hishaamin buu ka weriyey can abii abii curwa can abi hurayrat qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa yazaalu naasu dadku kama suulayaan yatasaa'aluuna inay wax isweydiinayaan xataa yuqaala inta laga yidhaahda haadaa kan haadaad waa mahay dadku inay wax isweydiin ka suuli maayaan xataa yuqaala inta la yidhaahda haada inta haadaa kan waan garanayna haadaa macluumu wahaadaa macluumu kan waan garana kanna waan garana say u socdaan yaa waxay odhanayaan khalaqa allaahu alla uu abuuray alkhalqa khalqiga isagaa ilaahay abuuray ee faman khalaqa allaaha ilaahiya abuuray khalqiga waxaano dhan waan garano ilaahay baa abuuray isaga ilaahiya abuuray faman wajada ninkii hela min dalika kaa shay-an shay ninkii ka hela falyaqul ha yidhahda aamantu billah ilaahay baan rumeeyey hadho shaydaan baa meelu sii jiidahaye isagaaba ilaahay makhluuq oo dhan abuuray isaga wax abuuray ma jireen hadho aamantu billaahi. Wabii qaala xadaanaa maxamuud bnu kaylaan waa marwasigi qaala wuxuu yihi xadaanaa abu nadri baa noo sheekeeyey ibnu lqaasim
قال وحول حدثنا ابو سعيد المؤدب انك عروت الدين جليل عن هشام بن عروة قولي بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان شيطان باء امام احدكم منكي من اليك الى كامله شيطان باء امام فيقول هو ارى من خلق السماء سماء يا عروري من خلق الارض ارض يا عروري فيقول دمه روحه ارى الله الهي ثم ذكره شيء بمثله وزاد وحكم ورسله مركا سعيد المؤدب ابو سعيد المؤدب يا هشام بن عروه كوريني مركا ورايات كوريني هشام بن عروه سفيان بن عيينه سوما مركا هدر سعيد ابو سعيد المؤدب وحكم ثم ذكره شيء بمثله بمثل حديث سفيان عن هشام وزاد وحكم دين قل امنت بالله ورسله ورسله لم يكن توافقا فليقول عبدها امنت بالله ورسله وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا وعبد بن حميد جميعا حالي انما يعبد بن ابراهيم اي كوري ونصل عبد الرحمن بن عوف قال وحول زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال وحول يعقوب حدثنا ابن اخي حدثنا الحنوشك ابن اخي ابن شهاب ابن شهاب ولالك ويقول انت الطلب وعرضات حديث ابن اخي ابن شهاب النبي عيسى الله الشهاب محمد بن عبد الله بن مسلم ده اللي يدعمك وعبد الله بن مسلم الزهري اي ولاليهين كان يسوي محمد بن مسلم هنا الزهري عبد الله بن مسلم اي ولاليهين بعد رأي محمد بالي يجيب المشهور كوية ابن اخي الزهري اما ابن اخي شهاب عن عمه عليك ابن شهاب بكوري قال وحي عليك اسوى الزهري يهد قال وحي ابن شهاب اخبرني وعي ورغب من عروة بن الزبير أما أبا هريرة أبا هريرة قال إنه قال رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان الشيطان قالوا من أحدكم مدكين فيقول الغور من خلق كذا وكذا وحايا أبو روحانا يا أبو ربو أرد حتى يقول لو أنت وغير على مركة من خلق ربك ربك يا أبو رب فإذا بلغ مرك قال ذلك كافل يستعيد بالله إله أحكام لك قال ولي أدريها كهر ورمال خطلت قال لي كل ركعت بل ولا كل ركعت وقاسي إلهي كم مكان كان وفي قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث ليث بن سعد لي بعوره وإناء إمام المصريين قال يحوي عبد الملك حدثني أبي أباه وشعيب أي ورم عن جدي أبوه الليث إلى ورم سنة مسوى صار صدحين سوحي جاي ويرحم وعن صوم رحمة كرم والوعى قال يحوي أبوه الليث حدثني عقيل بيه عقيل بن خالد الأيلي قال وعير قال ابن شهاب ابن شهاب وعير أخبرني عروة بن الزبير مع عيلة ورحمة أن أبا هريرة قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وحائمنا يا العبد عطونك وحاوي من الشيطان شيطان فيقول وعور من خلف كذا وكذا وعاي وحايا عور مثل حديث ابن أخي ابن شهاب ابن شهاب ويلك عليك هو حديث كوريه وكره يا يا اسمه كوريه وقيل المخالف بقاس وكالكوري وبه قال حدثني عبد الوارث بن عبد السمد قال وحول حدثني عباي عبد السمد باي ورا قال اسنب عن جدي ابوي ابوي انا عبد الوارث بليل حلل عبد الوارث ابن عبد السمد ابن عبد الوارث بليل ابوي وبدا عبد الوارث يكسوي صبح دي ورسل يسوي حجين بسبح اللي يسوي حجين زمان عن أيوب السختياني وكوري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بيقولي لا يزال الناس ضدك كرزوليا يسألونكم من إذا ويدين يا عن العلم علم ما بيجا يقول ضدك إن علم إذا ويدين كرزولي ما يا حقا يقولون أنت كأنها مركة طنب هذا كان الله إله يقولي خلقنا وإن عورا فما خلق الله إله يا عورا سيدك ويدي يا رب الدموعي لبقى هذا كان الله إلهي وخلقنا إسقى إلى عبورة فمن خلق الله إسقى إلهي يا عبورة قال وحولي وهو يسوى قال أبو هريرة وحولي والحال هو يسوى آخذ وحي بيه الهجول منك أنت ويتو حكا قال المحرد بن السيرين حيرت أبو هريرة أبو هريرة منك أنت هيم فقال وحولي أبو هريرة صدق الله إلهي وحب شيئي ورسوله رسول كيس قد سألني وحائي ويديه
اثنان لما نبى هوي ويديس وهذا كان هذا لازم نكسر تعب وهذا تاس ويدينا يعني لما نبى هوي ويديس وما خلق الله حتى نكسر تعب بكر ويدينا يعني ما كرسول هذا الكيو يعني لا يز لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حقا يقول هذا الله خلقنا فمن خلق تيب تاريب أو قال الحوري سألني واحد من هراء ويدي وهذا كان أثاني كلا بعضه وحدثني حديثة وحايل شيكي يولي زهير محمد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال وحيل أهل حدثنا إسماعيل وهو ابن عرية طويان عن أيوب مكوري سطيان عن محمد بن سيرين قال وحيل قال أبو هريرة وحيل لا يزال الناس ضدك كزول مايا بمثل حديث عبد الوارث وكروي كل كي غرى عبد الوارث يعني وكتا هذا هي أيوب السرطياني وكتا هذا وعطاها عبد الجديد ولا عبد الوارث بل وريد لسوما نعم ده إساء أمرك كتا هذا هي أيوب حتى أنا وحاكا قال هي إسماعيل بن علي غير أنه لكن إسماعيل بن علي لم يذكر النبي ما بيقولون كل شيء صلى الله عليه وسلم في الإسناد ولكن قال وحجر قد قال وحجر في آخر الحديث في حديث آخر كيسة صدق الله والرسول سيدا المجد وبه قال حدثني عبد الله بن الرومي ويماني قال وحجر حدثنا مضر بن محمد بن سنة ويمان قال وحجر حدثنا عكرمة وابن عمار ويمان صدق الله قال وحجر حدثنا وحنوشي كي يحيى قال وحجر حدثنا أبو سلمة وتابعي لوينا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كوري قال وحول قال لي رسول الله وحول صلى الله عليه وسلم لا يزالون كزول ما يعددك يسألون كينك ويدين أبو هريرة حتى خطارك أبو هريرة قبل عيقات رسول كاين لا يزالون ددك كزول ما يعد يسألون كأبو هريرة منك ويدين يا أبا هريرة أبا هريرة منك ددك ويدين حتى يقولون تلكنا عن هذا كان الله إلهي فمن خلق الله إلهي يا عبو قال الحجر وأبو هريرة واقع فبين الزمن أنا أعلم في المسجد المسجد كأقص غرع إذ جاري وحيي من الناس وضد من العراب الربانية تدري البادية وبدأ ما يسوكر فقالوا عليه يا أبو هريرة أبا هريرة هذا كان الله إلهي وليه فمن خلق الله إلهي يا أبو رد قال الحجر وأيوب سختياء وكيك قال أبو هريرة محمد بن السيرين قال محمد بن سيرين وحجره فأخذ وقال أبي هريرة حسن قرره بكفه سعر وقاطه قرره وقاطه فرماهم وقره شقه سيه ثم قال وحجره قوموك عقوموك عق صدق خليلي خليلي هم بشيره أكتب لك عبو قرد الله عبد الله وده وكذا الدين يا يعنى وعي لي ما بيني سؤال وبي قال حدثني محمد بن حاتم والبغداديين قال وحول حدثنا كثير من هشام قال وحول حدثنا جعفر بن برقان الكلابي ويقال وحول حدثنا يزيد بن الاصم والبصري قال وحول سمعت وحامر يا ابا هريره يقول صور قال رسول الله وحول صلى الله عليه وسلم ليسالنكم الناس تلك اذا سؤال عن كل شيء شيء بيد ويدين حتى يقول انت كما ان الله اله خلقه او كل شيء شيء كفتين فمن خلقه انسان يا ابو رد انت ذكرناها وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال يقول حدثنا محمد بن فضيل لفظ بغيك وفويان عن مختار بن فلفل بكره الكوفي عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كوفي قال الله عز وجل يا روحي ان امتك امرت هذا محمد لا يزالون كبزوليان يقولون اين عرب ما كلا وحى روحيه ما كلا وحى سمعيه حتى يقولون انت كما ان هذا كان الله الهي وهي خلق الخلق خلقه وعوره فمن خلق الله الهي يعبد حديث عن الصباح اسكربا تدريت الرانا وروحها وغريبي وبه قال حدثنا حديث محمد وشيخ اسحاق بن ابراهيم قال وقول اخبرنا جرير بن عبد الحميد حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وقول حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن قدامة كلاهما على موضوع كلاهما وجريد يزائد دلل زائد نك زائدة بن قدامة ليلى كلاهما على موضوع عن المختار الكبري والمختار المفرفوكي عن أنس بن كوري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير عن إسحاق لكن إسحاق بن إبراهيم لفظ جيسا لم يذكر مورا شيئا قال أنه يريد
قال الله إلهي وحو يري إن أمتك أمتك إنتان أمتك أمتك مرك حديث كان عاص سوى هلك المتابع أولي حديث كمتابع على بلان كيبوا اللي بقى مسواه تقول حديث كآب متابع على بلان حديث كان بيقولوا سريسة باب كيبرا كما باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها يرحدي كيبوا وحديث أبي هريرة والحاضر الفتح سعودي حديث كأنس حديث أبي هريرة رقم طارع بلان لهوي وعيد من نقول تجيب وطاريه يتتبع الجرد حق مسلم المسلم حقي بيمين بارك جرد فاجرة وبيرا بالنار نار وقودي وعباريه نك الروح مسلم حقي كل جرتي بار بيمع قودي النار وقودي تاس وباريه وبيقال حدثنا يحيى بن أيوب المقامري وقتيبة بن سعيد إذا تفوى علي بن حجر المروزي جميعا بماطر عن إسماعيل بن جعفر المبلوي قال ابن أيوب وحيي ويحيى حدثنا إسماعيل بن جعفر قال الحور أخبرنا العلال وهو ابن عبد الرحمن وهي مولى الفرقة قال الله فرقة لورنجل مولوه ذي أبا طريق عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه ولاية مكوري عبد الله بن كعب ضدنا بعص عمر ضمن لديوي إسماعيل بن جعفر قال الله صلى الله عن أخيه ولاك مكوري عبد الله بن كعب الحق عن أبي أمامة كوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك تبع منك جرت حقا بي الروح حق مسلم أو مسلم بيمينه دار تسا كجرت فقد أجب الله له أنه هو يجب أن نارنا وحرم عليه الجنة جمالنا وكحرمه كل هدوبة نار كجرت الروح مسلم حقي فقال له رجل من باهل وإن كان هذا هذا الشيء أن يصير شيء فضل هذا يا رسول الله مصير أكبر قال يقول وإن قليلا وإن كان هذا على قليلا الله ومن أراك جئت عليك الإبادة وحدثنا وحديثنا وحمد وشيء أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله هارون بن عبد الله إلى بغداد إلى الله رواه الدرقية جميعا لما طلع أبي أسامة الكورية وحماد بن أوسام عن الوليد بن كثير والبدر وليد كان بالبدريين تقبل الله وحاول يالي أبو بكر بن أبي شيبة وحان هو كوف سادني إسحاق بن إبراهيم والبروزي هارون بن عبد الله والبغداد عن أبي أسامة وحماد بن أسامة والكوفي عن الوليد بن كثير والمدني عن محمد بن كعب بن المغربي أنه يسوي سمع والمغربي خال والآلي عبد الله بن كعب لها يحدث يسوى كشك عبد الله أما أبا أمامة الحارثي حدثه أنه أشهر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معبد بن كعب كل كيو ده معبد بن كعب عبد الله بن كعب كوريني هذا محمد بن كعب كوريني عبد الله بن كعب ويلا ورالا وكل وريني وحدثنا وحديث محمد شيء أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال وكيع حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له لفظ إسحاق ما إسكال قال وكيع أخبرنا وكيع حدثنا الأعمش قال والله إسكال صوت الله ولك حدثنا الأعمش أعمش قاس بن نوري عن أبي وريه مكوري وشقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من حلف منك كبرت على يمين الصبر بار لازم ليس والروح يسقط باطل تيسر وقعد كيست يقتطيع وقجر ما يبها بار ما علم به شخص مالك مسلم او مسلم هو شخص بار ما فيها بار فاجر مد كد البابوية لقي الله الهي ولكم والحال هو عليه كركز غضبان الله هو عليه زين سيداسوي قال ابو وائل الهويري فاعل كابو وائل كاتب وكيع عبد الله بن مسعود كوريه قال ابو وائل الهويري فدخل وحصوك على الاشعث بن قيس الكندي وسحابه وفقال اشعث الهويري ما يحدثكم حويري مشاكي ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود وروى عبد الرحمن الهويري شيخي قالوا وحينا لي كذا وكذا صدع يساس لها الحديث كاس الناشر قال اشعث الهويري صدق الرب شيخي ابو عبد الرحمن في يعني الحديث اللي نزلت بسودكت حديث كان بصبر كوي بتصور ما عنده حديث كان من حلف على يمين صبر يقتطع بها مع الأمر المسلم هو فيها فاجر لقي الله هو عليه غضبان نحن كنت من بعض وهذا هو العشعة في يعني الحديث اللي نزلت بسودكت كان وحاها آيات كرنا بيصوص عطاو كسودكت كان وحاها بيني أنا وبين الرجل من بحدي أرض أرض قبل يمن يمن كسود قول يمن كيال يعني أنا يمن كال اسكو قرنني فقاسمته وان قرصه الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم
فقال النبي وحو يري هل لك بينة مخاتي مكو سقناد أشعث فقلت وحان لله ما قال رسول الله عنده فيمينه يمين تيسا لك عليه كسر وقال قارنت قال عبدين يا مخاتي هاي سنين قلت وحان إذا أعطى إصابة يحرف ويسكا قار نكا نتعو ويهيل مهر ويسكا قار مبيت بلقيه ويسجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أردت أكتب رسولك وحوي من حلف أنك يكون بارد على يميل صبر بارد كيسة وهو كل لازم يقتطع وكجر بها بارد مع الأمر إن شخص مالك مسلم أو مسلم هو شخص أن فيها بارد فيجون وجود بارد لقي الله إله وكم وهو عليه فضبان سواء عريسا فنزل الحسود إن الذين هو يشترون كذا بعهد الله وأيمانهم دار ثمان قليلا إلى آخر الله وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال ابن أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله قال وحول من حلف أنك يكون طارقا على يمين طارق يستحق أكون مضايا بها يضا مارا مارا ابن مسعود بعض القوات هو إستغى شخص يقارا فيها طارقا فاجئ من كتب بابيوية لقي الله إلهي ولكم والحال هو الله عليه سيد أطبار بن عليه السلام ثم ذكر الروشي نحو حديث الأعمش أعمش حديث سيوك يكبر إني أعمش عن أبي وائل صوما هذا أبي وائل منصور بكورين غير أنه لكن منصور قال وحور مرق أبي وائل كوريني كان روح أعطي بيني عربي وبين رجول من دحدي خصومة ضبع أعطي والنور بحيث في بئر عيل دحدي عيل بكت وطسنا فاقتصمنا وانطونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول وحور شاهداك لك عريو حقو صوا شاهداك الله بضع المخرات أو يمينه أما تاركيس وهذا الطهر وبه قال حدثنا ابن ابي عمر البكي قال وحوي حدثنا سفيان عن جامع عن جامع ان راشد مكور وكور من الكوفي وعبد الملك بن اعين صنعاء وين مقلين لبضرة شقيق ابن سلمة شقيق ابن سلمة زادوي وابو وائل كيو يقول يصور الشقيق سمعت وحان مقلين ابن مسعود يقول يصور ابن مسعود سمعت رسول الله وين مقلين صلى الله عليه وسلم يقول يصور من حلف أنك يكون بارك على معلم لكل شخص مالك مسلم أو مسلم بغير حقه حقي سألأنت سوء أنا أقول بارك لقي الله إله إلا لكم وهو عليه غضبان قال عبد الله بن مسعود عوي ثم قرأ علينا رسول الله رسولك بن هد الأقرياء صلى الله عليه وسلم مصداقه هذا الكيس وحوره ما يوم من كتاب الله عز وجل هذا الإله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري الكوفي يا وهو عاصم الحنفي اسمه الكوفي هو غير من حنفوها واللفظ اللفظ لقتيبة طيب سلمان قالوا حين حدثنا أبو الأحوص الكوفي عاصم هاكي مكشك عن علقمة عن علقمة بن وائل عن أبي أبيه وائل كورا قال وحيني مركا الدوائل كاسي وائل كاسي عمرين ما عن علقمة ابن وائل كاسي مد سحابه وسعابة كمدا قال وحول جاء رجل نبا من حضر موت بكي نبا حقا يا مقال حضر موت يمن بكي والرجل النبوي من كندد حقا غير كندو من كالكي إلى النبي بوي مادن صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي وحول يا رسول الله إن هذا من كان قد غلبني وحيق غالب مغلع على عرض اللي أطلعني يسوق ماته وكان مرضب واحد اللي أبي أعبه حضرمي لسازوي فقال الكندي كندي إلى وحول هي يا أرضي أرضي يديوي في يديك عطا يكسرتا أزرع وعوام بيرتا ليس له مصر معنا فيها تحرير حقه وقال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم للحضرمي حضرمي قيبه يدعالك بينة مخرات مكوس ويه أذى المدعي قال وحوري الله ما يقال رسول الله وحوري فلك يمين بارتي سوف كفي سعط ردي سلقه طارم فلك وحاكوس ويمين بارتي كندي أقول طارم قال وحوري يا رسول الله رسولك إلهي إن الرجل أنك يفاجنوه قال والله يواري أهل أبيلين على ما حلف عليه وحق طارق وليس ما يتورعه نتك حرام من شيء شيء فقال رسول الله ليس لك كما سمع منه منك الحضرم بيحق يسر إلا ذلك طابوه وكرا بمعلي أما مقراتك يرى بسرعه طارق فانبرك منك موتري ليحرق من طارق ما كاسو حرام صدق منه طارق طارق يتيح حضرم بيه فقال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم لما أدبر برك الجيتري رسول الله أما يهود لين حلف حطوك طاقة منكاسي على مالي
ninka maalkiisa hadduu ku dhaarto liyakuna wuu cuna maraada dulman uu ku cuno layalqaya ma allaaha ilaahay uu la kulmo walxaal huwa alla canhu xaggiisa mucridinu ka jeedo وبه قال حدثني زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي الوليد. ابي الوليد بكوري قال وحي لزهير بن صبر حدثنا هشام بن عبد الملك بوي قال وحي حدثنا ابو عوانه وابو الضاحي عن عبد الملك بن عمير عن عفره بن وائل عن وائل بن حجر علقمه بن وائل الشيخين وائل بن حجر يا السحاب العاقله حتى لا تستريحي. قال وائل وحي كنت وحارها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه الرجلان لبن بان نبي قويهم يختصمان كدوية في أرض أرض بحبة والله ما دي نعي هورهم لكن حتى مرحية دي دي رواية من الشيخ فقال أحد ما ميت قدبا وحوجي إن هذا منك انت زاو حوية غالب مقضى على أرض الله دي دي بقى غالب مقضى يا رسول الله رسول كلاه وكعان تيلي يكسي في الجاهلية الجاهلية والدحبة وهو منك الله دي عاته كبحية امرؤ القيس مع عابس الكندي منك عمر القيس الولد الكندي وها وخصمه منك اللب دولي ربيعة بن عبدان منك ربيعة بن عبدان لين فقال وحي رسول الحكوي بينتك لك وحاكوسك بينتك مخراتك قال وحي ليس لي بينة مخرات ما هل ترسولك إلى هاي قال رسول وحي إذا لك يمين دارتي ساكوسك وقوطان قال وحي إذا نضيساتها يذهب بملك بارت كلتك طارتاسك وقوصر نكرا نكا نورسنما قال رسولك وحيوري ليس لك كما عن إلا ذاك مدك الموية قال أبو يا إبا وحيوري فلما قام مرق كعينك ليحرف أين وطارت قال رسول الله وحيوري صلى الله عليه وسلم من اختطع عنك جرت أرضا ظالما حالد يا لقي الله إله لكم وهو عليه ربا قال إسحاق وحيوري في روايتي روايتي سإسحاق وحيوري إسحاق بن إبراهيم ربيعة بن عيدان وحيوري زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم وحيوري سوما ربيعة بن عيدان انت كلمة ربيعة بن عيدان باب الدليل الدليل هي على ان من قصد انك وقصد اخذ مال غيري غير كمال كيسة انه قوقعته بغير حق حق لها كان القاسد منك وقصد وقوها انه دليل اي كيسة مثل هذا الدليل في حق يساق حق يساق وان قتل وان قتل هدي للدلاء فيها وان قتل وان قتل وان قتل هدي للدلاء كان وقوها في النار النار قبل حدا دي للدلاء منك على طرف مقاتل الدول وعما من قتل وعما من قتل منك إلى دون ماله مال كيس السكري سلفه شهيد إن تاسو بان وبي قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال وحور حدثنا خالد يعني ابن مخلد بن أجيلة قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن نبي عن أبي هريرة وهو معروف قال وحي يا أبو هريرة جاء الرجل من بعيد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحور يا رسول الله أرأيتك ومن جاء الرجل من هدوج مدينة يريد دون يأخذ مع الحراها إلى النقاط قال رسول الله فلا تبديه حسين المالك تحراها حسين قال الحر على غير تكور من قاتل من يدور كل التجارة قال الحر قاتل وما لا تجارة يسكع لنك قال الحر على غير تكور من قتل من يدو الدل قال رسول الله فأنت شهيد شهيد بعضا قال الحر على غير تكور من قتلت يهدين دل قال الحر هو يستغفرنا عليه كسوية بعد المعطيطة يوها وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني واسحاق بن منصور ومحمد بن رافع والفاظ مصدح مع الفاظ دول متقاربه ويسب ودهب قال اسحاق يقول اخبرنا وقال الاخر عن وحيده حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال يقول اخبرنا ابن جريج قال يقول اخبرنا سليمان الاحول ومك ان خالد الملا عمر بن عبد الرحمن يا اخبر المغور بن سليمان انه سرع ثابت لما كان مركو اهاب انه شعر دهلك لما يشعر كبير أنه شعر لما كان مركو أهاري بين عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص سحاري إيه بين عم بصة بن عبد السفيان من عم بصة بن عبد السفيان إلى معاوية ولا عائل لما عبد الله مركو أهاري ما كان وحي أهاري وهو يدعوه ليقيم ويسكب عائل وعبد الله بن عمرو يا عم بصة بن عبد السفيان ما يسكب عائل بلبا يسكب عائل يا قياسه وحيو ديال جنوبين للقتال الدقال دقال مبتيا جنوبين مرجع لتاس الدعرة فركب بينا وحافورا خالد بن العاص خالد بن العاص يا أخرته إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أبي أبويا عبد الله بن عمرو يا أبي خالد بن العاص كان أبي أبويا كفو أهمت المغرب مبتري فوعده خالد بن خالد بن أبويا تأهمت فلسكر العالم كوي فقال عبد الله بن عمرو بن
أما علمت مياذا نوين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يريد من قتل نك إلا دين دون مال فهو شهيد أردت سنة هسي يعني أيها إن حرائي ما قد غالي يريد وبها حدثني وحديث كان يشيء محمد بن حاتم المروزي قال وحول حدثنا محمد بن بكر الأزدي حاول حدثنا أحمد بن عفان النوفلي وبسري قال وحول حدثنا أبو عاصم كلام الله ورد عن ابن جريج بها بالإسناد مثله بعض استحقاق الولي والي المدشري سأل غاش خيام الجبية أم نار أم ضمية نار أم ضمية بكي ذرية خيامة وبي قال حدثنا شيخ عمر بن فروق الأبوي قال حدثنا أبو الأشعري عن الأحسن قال وحي عن الحسن عاد وحب عبيد الله بن زياد يا وحب وقضي مع قلبنا يسان وعبيد في نبكر بطناء يترك إيه كبير يا وحب وقضي مع قلبنا يسان سحابك المزنية في مرضه الجريدي سي الذي كاسو ما تفيره وقنت حسن البسري ما كورم قال معقل دينا معقل باجل إني أنا بحديثك وحان بوشي وحديثنا سمعت وعن مقرب والحديث عن مقرب بوشي من رسول الله عن كمه صلى الله عليه وسلم لو علمت هدان أجهين يروان معقلة أما اللي إنا يسوق مع حياة المرض وانتب كسين مولا ما حدثتك ما أقول شيئا هي ودي دي لهاي حتى نقول شيئا حتى قولنا أو كأنا إمام هاي أن سيسوع لنا حديثك كو شيئا حتى نسلها واتسين مولا وحبك الله ورين ونمهلك سمع إني أنا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصور ما من عبد أدون مدير يسترعيه الله إلى هل إلى على كذا البلد رعية خعية إلى هل رعية المدير المسؤول ورقيه أو يموت بمعنى يمن كاس يوم يموت مع أن تقدم والحال هو يسال غاش من خيام إلى رعية إلا حرم الله إلى هل كحر عليه قد يسأل الجنة جنة ولا حرم يسال يوم خصياء غلط ود سنيا وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن والحسن البصري حتى يونس بعد قال مرك يوم وحكى قال لي أبو الأشم قال يقول دخل عبيد الله بن زياد بن حرام عقلنا يسار مقدار والحال هو رجع من حنوسا ويا فسأل هو ويدي فقال يقول معقل إني محدثك وحنكو شيء حديثا لم أكن أنا هاي حدثتك ومدك وشي لهاي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لا يسترع الله إلا المراء يعد مدور رعية بشيء يشع المراء ودين يموت بما يوم يموت مارد بما والحال هو غاش من خيامه يا إله رعية إلا حرم الله عليه الجنة جنة الله كحرم قال يقولي وعنك عريد الله ألا كنت محاوي هاوي لحدثتني مدري شيء هذا قبل اليوم ما أنت كور قال يقول ما حدثتك ما نقول شيء أو الله ما كن معي لأحدثك متك وخوش يا جماعة من الحلول شيء كراء تهيون وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفية عن زائدة بن قدامة عن هشام قال وحول قال الحسن وحول وحسن البصري كنا عندما عقلنا يسار البان معهد نعود وحالبا بوقنا فجاء عبيد الله بن زياد بن جميل فقال له معقل معقل بوي إني سوى حديثك وعن كوشي حديثنا سمعت عن كبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكره الشاهد بمعنى حديثين وراء يظهر حديث كوذي وكرة يوشي الشاهد وحسن وكشاهد ومرة دي يونس باكوي إني حسن مدنى الأشهر باكوي إني سبيل وكل هدر الهشام كشاهد وبي قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق وقول أخبارنا وقال الآخرون وحيوا به حدثنا المعالي بن هشام البلوشي والدستواري قال هذا المعالي بن هشام الدستواري قال وحولي حدثني أبي أبائنا ويشيكي عن قتادة عن المليح بكورنا أن أريد الله من زياد يا عادة بوغضي مع كلامنا يسار بوغضي في مرضه جهد وقبل تلك بوغضي سهل فقال له معقل مع بيباي إني محدثك وحنكوشي بحديث لولا أني أعلم في الموت قيل حتى أقص منك ورد إيماني لم يحدثك معنا كل شيء من به حديثك سمعت رسول الله إلى المغرى صلى الله عليه وسلم يقول السوار ما من أمير أمين مجلو يلي تولينا يا أمر المسلمين المسلمين تعمل خور ثم لا يجهد أعرب بباتون اللهم لأجل لك تعبد أن أرفع إن مصالح رور وينصح أن المسيحين من مجلو إلا لم يدخل مجلية معهم على الجنة جنة لمجلية الله سبحانه وتعالى